أهلا بكم مشاهدينا. اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري بخطف وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت عام 2016. وجاء في التقرير البرلماني أن المسؤولية المباشرة عن الحادثة تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية المصرية وتحديدا جهاز الأمن الوطني. لجنة برلمانية إيطالية تتهم مباشرة جهاز الأمن الوطني المصري بمسؤولية تعذيب الباحث جوليو ريجيني حتى الموت. التقرير صدر بعد عامين من التحقيقات فيما علقت محاكمة غيابية لأربعة ضباط شرطة مصريين لأجل غير مسمى فور افتتاحها في أكتوبر في روما. التقرير أشار إلى أن وقف إجراءات المحاكمة يعتبر أمرا جنائيا بحتا ولا يخل بالاستنتاجات التي توصل لها المدعون العامون الإيطاليون. تقرير البرلمان الإيطالي شدد على ضرورة صدور قرار رسمي من مصر يتناول هذه القضية ويتعاطى مع هذه الأزمة ويعترف بمصير جوليو ريجيني. القرار البرلماني يعني أن القضية ستعود إلى المحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا لتحديد مكان المسؤولين المتهمين في هذه القضية وأن تعمل بشكل جدي على تسليم عرائض الدعوى الخاصة بهم. يذكر أن ريجيني هو طالب إيطالي درس في جامعة كامبريدج البريطانية، وعثرت قوات الشرطة على جثته في شهر يناير عام 2016، وأظهرت التحقيقات أنه تعرض للتعذيب قبل موته. من جهتها تنفي مصر أي ضلوع أو معرفة مصير ريجيني وحادث قتله، مشددة على تعاونها مع الجانب الإيطالي في كل طلباته القانونية. كانت هناك عديد من الطلبات من قبل الجانب الإيطالي، استجاب الجانب المصري لمجملها ما عدا طلب وحيد كان متعارضا مع الدستور والقوانين المصرية والمؤتمر الصحفي الذي عقدته النيابة العامة. وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في أكتوبر بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم. معنا من روما الكاتب الصحفي سمير القريوتي. أستاذ القريوتي، ما أهمية هذا التقرير للبرلمان الإيطالي وخلاصاته؟ للأسف عندنا مشكلة مع إيطاليا. هل يمكن أن تتحدث سيد سمير القريوتي؟ نعم. نعم نعم نعم، هل تسمعني؟ أسمعك الآن. سألتك عن أهمية هذا التقرير البرلمان الإيطالي وما توصل إليه. نعم، إنه تقرير هام لأنه يختتم أعمال لجنة برلمانية استمر عامين بالتمام وشمل تحقيقات دقيقة جدا جرت في إيطاليا وجرت أيضا في أوروبا وبالتحديد في الجامعة التي كان يدرس بها ريجيني وفي بروكسل وفي العديد من الدول الأوروبية. الآن في هذه الخلاصات التي توصلت لها اللجنة وهي هامة جدا، نستطيع القول أن القضاء الإيطالي أو النيابة العامة الإيطالية ستجد اعتبارا من هذا اليوم إلى جانبها البرلمان. لماذا؟ لأن البرلمان أو اللجنة البرلمانية، أعضاء اللجنة البرلمانية بكامل أعضائها وبمختلف أحزابها التي تشكلها صوتوا مع هذا التقرير وأوصوا توصية رسمية لرئيس اللجنة بأن ينقل هذا القرار إلى الحكومة لكي يكلف الحكومة بالعمل على أساس التقرير في مواجهة ملف جوليو ريجيني. تمام. طبعاً نعم. إذن نتحدث الآن عن مسارين، مسار سياسي مطلوب من حكومة ماريو دراغي أن تتواصل فيه مع الحكومة المصرية لمعرفة ما يمكن تحقيقه، ومسار قضائي. لو تحدثنا سياسيا أستاذ القريوتي، هل هناك رغبة لدى السيد ماريو دراغي في إعادة إثارة هذا الملف مع القاهرة؟ الرئيس اللجنة البرلمانية حصل أيضا على تكليف آخر من اللجنة وهو النقل خلاصات التقرير إلى جلسة عامة للبرلمان لكي تلتزم الحكومة بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع مصر وتترك هذا التردد وهذا التودد في العلاقات وتسير ضمن أمرين. اللجنة قالت
يجب أن نقرر في أسرع وقت ممكن أمرين، هو تحويل مصر إلى المحكمة الدولية بتهمة خرق كل قوانين التعذيب في سجونها، والأمر الثاني هو أن يتم إصدار قانون في إيطاليا عبر البرلمان أي السلطة التشريعية قبل 10 يناير يمنع أي دولة أجنبية من الاعتراض على محاكمة رعاياها في إيطاليا، أي أنهم سيغيرون هذا القانون. بعد التصويت الجماعي بالإجماع على خلاصات التقرير من الممكن أن يمر القانون بسرعة قبل عيد الميلاد، هذا حسب توقعات بعض خبراء الدستور إذا تم، أو أن يتم اللجوء إلى حيلة قانونية وهو تأجيل الجلسة المقررة في 10 يناير لمحكمة البداية لكي تعاود النظر في قضية اتهام الأمن الوطني. التقرير اعتبر مصر ارتكبت جريمة دولة، وأن هذه الجريمة تشمل أيضا بعض أعضاء السلطة السياسية أو الحكم السياسي في مصر. هناك تلميحات لوزير الداخلية السابق، وهناك تلميحات وفق تقارير المخابرات لنجل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق تقارير وردت المخابرات الإيطالية من جهات معينة منذ أعوام، تحدثت عن تعاون بين محمود السيسي وأحد أجهزة المخابرات الغربية في عملية ريجيني. هكذا الكثير من المعلومات سيد القاروتي تطلعين عليها في هذا التقرير الخطير كما وصف. هل تستجيب حكومة سيد ماريو دراغي لهذه المطالب البرلمانية الكثيرة والمجمع عليها من الأحزاب كما تقول؟ نعم، عندما يكون هناك إجماع ماذا سيفعل دراغي؟ سيقول مصلحة إيطاليا ربما ألا توتر العلاقات مع مصر. لا لا لا، هذا التقرير أيضا شمل كل الانتقادات للحكومات الإيطالية حتى حكومة كونتي. الآن دراغي أمام معضلة، دراغي يقود حكومة فيها جميع الأحزاب ما عدا الحزب الفاشي سابقا أو أشقاء إيطاليا. أشقاء إيطاليا مع جميع أحزاب اللجنة، يعني كل أحزاب البرلمان صوتت مع تقرير اللجنة، لذا ملزم دراغي بالتعامل مع الملف بطريقة جديدة تختلف عما جرى بعيدا عن المصلحة السياسية والمالية ومصلحة الشركات. بدليل أن المعرض الحربي المصري الذي بدأ أو بدأ اليوم أو بالأمس، أكبر رعاتهم شركة فينكانتيري التي صنعت الغواصتين وإحدى شركات النقل أو صناعة السيارات والشاحنات وهي إيفيكو الإيطالية المعروفة. سيد قاريوتي، هل يمكن أن يصل الأمر بالسلطات الإيطالية أن تصدر مذكرة توقيف دولية ضد الضباط المصريين الأربعة المتهمين بقتل ريجيني؟ الآن هناك عدة احتمالات، هناك أيضا طلب من اللجنة بالتحرك في أوروبا وبالتحرك لدى الأمم المتحدة وبالتحرك لدى الاتحاد الأوروبي وعدم ترك إيطاليا لوحدها، مع التأكيد على ضرورة التخلي عن كل هذا التساهل إزاء الحكومة المصرية في التعامل مع الملف مهما كلف الثمن. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سمير القاريوتي في روما.